بسم الله. حتيتي نور الدين، نائب رئيس جامعة سيدي هلال المصدر، رئيس جمعية جسر التنمية والتعاون الطبي. كما كتعيشوا معنا أجواء الدوري الرمضاني اللي نظمته الجمعية بالتنسيق مع جامعة سيدي هلال المصدر، وهو جا سميناه دوري المرحوم حسيسي رشيد، إحياء لذكرى المرحوم حسيسي رشيد، ومن أجل خلق جو رياضي تنافسي بتراب الجامعة. الحمد لله اللي لقى استحسان الساكنة العبيوية، وكنتمناو أنه يكون انطلاقة للتنمية الرياضية في المنطقة. الحمد لله كانت الانطلاقة يوم الجمعة، وغادي طول الدوري على طيلة شهر رمضان الكريم. كتشارك حوالي 16 فريق يمثلون جميع دواوير الجامعة، وكنتمناو ان شاء الله كل يساهم في النجاح ديال هذا الدوري. وكنشكروا رئيس جامعه سيدي هلال المصدر وعلى المجهودات، وكذلك السلطه المحليه على راسها السيد القائد، المجهودات اللي بذلوها من اجل انجاح الدوري، اللي كنتمناو انه ان شاء الله يلقى الاستحسان ديال جميع الساكنه العبيه وكل محبي الكره على العموم. وكنشكركم نتوما الصحافه المحليه الوطنيه على التغطيه ديال الدوري. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الاله الغباري عن اللجنه المنظمه لدوري المرحوم رشيد حتيتي لكره القدم، اللي كيتنظم هذه السنه هذه في النسخه ديالو الاولى في جامعه سيدي علاء المصدر. هذا الدوري هذا الفريد من النوع ديالو في الجامعه، اللي كيضم السيد نور الدين حتيتي يعني في اطار تخليد ديال الذكرى ديال المرحوم رشيد حتيتي، الاستاذ رشيد حتيتي رحمه الله. وكما كنشوفوا اليوم الرابع ديال انطلاق ديال المباريات اللي كاينين هنايا في جامعه سيدي هلال المصدر في الدوري هذا. المباراه اللي كانت اليوم انطلقات ما بين يعني ايت الحسن واتراني فوعز على الساعه الثالثه والنصف، وايضا دابا كتنطلق المباراه ديال ايت علي العتارسه ضد فريق ايت حمق السواحد، اللي الان النتيجه ديالها 4-0 هدف لانتهاء الشوط الاول. وغادي بعد قليل غادي ينطلق الشوط الثاني. وكما سبق لي وذكرت ان هذا الدوري هذا يعني كينظم السيد نور الدين حتيتي، اللي حضروا مجموعه من الشخصيات الوازنه، السيد قائد قياده الغندور المصدر اللي كيحضر معنا الان ايضا في هذه المباراه اللي كتجمع ما بين ايت الحسن عفوا ما بين ايت حمق السواحد وما بين ايت علي العتارسه، وايضا السيد نور الدين حتيتي السيد رئيس جامعه سيدي علاء المصدر، والساده الاعضاء ديال المجلس الجماعي لجامعه سيدي علاء المصدر، وتحياتي لكم وشكرا. فريق محلي بالنسبه يعني الغرض من انشاء هذا الدوري الرمضاني اللي كيستمر طيله شهر رمضان، هو اولا يعني الذكرى ديال المرحوم الاستاذ رشيد حتيتي، وايضا يعني مبرمجين انه غادي يكون يعني بعد انتهاء الدوري هذا غيكون يعني ديجا دايرين واحد الفريق، غادي نديروا فريق يعني من خلال هذا الدوري هذا غادي نديروا تنقيب على مجموعه من اللاعبين اللي غيشكلوا لنا واحد الفريق محلي اللي غادي يمثل جامعه سيدي علاء المصدر، وغيبقى يشارك مجموعه من المباريات ان شاء الله اللي غتبرمجوا سواء مع جامعات محليه اخرى او مع نوادي اخرى ان شاء الله. امين. شكرا جزيلا.